هنا شقة استلمناها لسه امبارح، يعني هي كانت موجودة قبل كده وبتعمل لها تعديلات عشان يسكن فيها. لسه استلمناها على الوضع ده، كان في جماعة قبلنا اشتغلوا فيها، بدأوا يشتغلوا حاجات، شالوا البواطل في الأرضيات، وحتى الحمامات نفسها كانت مستواها عالي، حتى ارتفاعات الأبواب قصيرة شوية. وبدأ هو يشغل حاجات واحنا هنكمل من وراه إن شاء الله، مثلا زي شغل الجبس اللي كان فوق هناك، الكراديش العادية اتشالت، الدك الجديد. بدأنا نسيبها النهاردة إن شاء الله، وأول حد دخلنا هو الجماعة المهندسين هنا. طبعا كان في شغل الكهرباء اتعدل، فإن شاء الله المفروض التارجت بتاعتنا في خلال أسبوعين بكتير أوي تلاتة تكون خلصت إن شاء الله، وهنتابع معاها إن شاء الله أول بأول الفيديوهات اللي بتعمل. طبعا هنا دي التكسيرات اتعملت قبل ما إحنا نيجي، إحنا بنلم دلوقتي وراها نرجع نظبط عليها ان شاء الله. الابواب دي حتى كمان اشكالها او لونها هتختلف، هنظبطها كلها، كل المشاكل اللي هنا، كل الادهانات هتتغير، بلاط هيركب كامل، كل نواقص الحمامات، الاكسسوارات كامله، كله ان شاء الله هيركب. حتى اماكن الكهرباء كل دي هتتغير طبعا بنوعيات جديده، كل الفتحات، توزيعات التلفزيون، حمامات، هنا كان في حمام قديم وكان في مغسله قديمه، هيتغير مكانها ويتعمل لها تصميم جديد تاني، كل الشغل ان شاء الله. فطبعا ان شاء الله اول باول هنسجل معاكم اللي بنعمله ان شاء الله على طول فيها اول باول.